المسألة الثانية، شركة القلعة متخصصة في مبيعات الجملة ونصف الجملة، وتخضع المبيعات والمشتريات والأعباء الخارجية للضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%، وفيما يلي البيانات المتعلقة بدورة التشغيل في الشركة، بعض بنود حساب النتيجة، مبيعات البضاعة 30,160,000، دعم مشتريات البضاعة 18,340,000، قيمة التغير في مخزون البضاعة ناقص 172,000، أعباء خارجية أخرى 846,000. المطلوب 1 احتساب معدل دوران المخزون وفترة التحصيل للزبائن وفترة الدفع للموردين لسنة نون. معدل دوران المخزون كما هو معلوم تكلفة شراء البضاعة المباعة على متوسط المخزون. تكلفة شراء البضاعة المباعة يساوي مشتريات البضاعة زائد مخزون أول مدة ناقص مخزون آخر مدة، أو تكلفة مشتريات البضاعة زائد قيمة التغير في مخزون البضاعة اللي هو معطى إنه سلبي. لكن هي زائد ناقص 172 مليون، بتكون تكلفة شراء البضاعة المباعة 18,168,000. إذا بدنا نتذكر إنه تكلفة شراء البضاعة المباعة أو تكلفة البضاعة المباعة هي مشتريات البضاعة زائد مخزون أول مدة وناقص ناقص مخزون آخر مدة. مخزون أول مدة زائد مخزون أول مدة ناقص مخزون آخر مدة، هذا بيشكل قيمة التغير في مخزون البضاعة اللي هو هون معطى بصورة صريحة. هلا مخزون بضاعة أول مدة اللي هو مجهول للتحديد اللي هون في نون ناقص واحد، فينا نعرفه إنه نحن بنعرف آخر المدة وبنعرف قيمة التغير. قيمة التغير يساوي أول مدة ناقص آخر المدة، فساعتها بيكون أول المدة يساوي قيمة التغير زائد آخر المدة. هلا قيمة التغير اللي هي ناقص 172 مليون زائد 1,600,000 بيكون مخزون بضاعة أول مدة 1,428,000. معدل دوران مخزون البضاعة يساوي تكلفة البضاعة المباعة على متوسط المخزون، تكلفة البضاعة المباعة البالغة 18,168,000، العادي لازم تطلع لفوق، هي متوسط مخزون البضاعة، هي مخزون بضاعة أول مدة زائد مخزون بضاعة آخر المدة على 2. إذا معدل دوران مخزون البضاعة يساوي تكلفة شراء بضاعة على متوسط المخزون اللي هو أول المدة زائد آخر المدة على 2، 1,514,000، 12 مرة. متوسط فترة التخزين يساوي، هو مش طالبها بس إنه متوسط فترة التخزين يساوي متوسط مخزون بضاعة على تكلفة شراء البضاعة هو ضرب 360، 1,514,000 على 18,168,000 ضرب 360 يساوي 30 يوما، أو متوسط فترة التخزين يساوي 360 على معدل الدوران يساوي 360 على 12 يساوي 30 يوما. إذا كان متوسط التخزين بدي أحسبها بالأيام، إذا كان على أساس 360 يوما في السنة مش 365 يوما في السنة. نحن عم نحاول دايما نخليها 360، لأن 365 بيطلع لنا كتير مبالغ، لأن كتير نعمل عناية لحتى تظبط من 360، محتاجة عناية أكثر لتظبيط المبالغ لأنه ما يطلع فاصلة. 365 ما بدها العناية المرتفعة، يعني تظبط يعني. متوسط فترة التحصيل يساوي متوسط رصيدي الزبائن، يعني أول مدة زائد آخر مدة على 2، على المبيعات شاملة للضريبة ضرب 360. على المبيعات شاملة للضريبة يساوي
30 مليون و160 ألف بأرباح فاصل 11، يعتبر 111% يساوي 33 مليون و477 600. متوسط الزبائن يساوي زبائن أول المدة زائد زبائن آخر المدة على 2 يساوي 7 مليون و811 440 على 2، عفوا 15 مليون و622 على 2 يساوي 7 مليون و811 440. متوسط التخزين التحصيل متوسط حسابات الزبائن على المبيعات شاملة الضريبة على القيمة المضافة ضرب 360 يساوي 84 يوما، 84 يوم بالضبط، هذا متوسط التحصيل. متوسط الدفع يساوي، نحن عادة متعودين متوسط حسابات الموردين على المشتريات. هلا نحن عمل المشتريات مثل ما قلت في تطبيق سابق، في مسألة سابقة، أن المشتريات نحن يا إما ما بيكون ما عم نذكر بالسؤال إنه في شيء غير المشتريات، البضاعة من الأشياء اللي محتمل تكون يعني بده يندفع عنا للموردين، أو عم نذكر السؤال بصورة صريحة إنه نحن ما بنشتري على الحساب إلا البضاعة، الأعباء الخارجية بنشتريها نقدي. وبالتالي حتى لو كان في أعباء خارجية ما كانت هتدخل هون، كان هيكون المشتريات بس. إذا هذا الشيء مش، إذا مشتريات البضاعة مذكورة ومذكور إلى جانب الأعباء الخارجية الأخرى ومش مذكور إنه الأعباء الخارجية الأخرى يتم شراؤها نقدا، ساعتها بده يصير هذا تحت ينجمع معه الأعباء الخارجية الأخرى. معناتهم تي تي سي. هلا المشتريات والأعباء الخارجية الأخرى مجموعهم تي تي سي بيطلعوا 21 مليون 296 460. متوسط حسابات الموردين، موردي أول مدة زائد موردي آخر مدة على 2 بيطلع 5 مليون 886 526 ونص، بيطلعوا 99 يوما. متوسط حسابات الموردين أول مدة موردي آخر أول مدة زائد موردي آخر مدة على 2 مقسومين على المشتريات والأعباء الخارجية شاملة الضريبة بيطلعوا 9 مضروبين ب 360 بيطلعوا 99 يوما. هاي المسألة الثانية. أكمل المسألة الثانية، بدي انتبه إنه هون قيمة التغير في مخزون البضاعة تغنيني عن إنه أقول زائد مخزون أول مدة ناقص مخزون آخر مدة، تكلفة شراء بضاعة مباعة يساوي مشتريات البضاعة زائد قيمة التغير في مخزون البضاعة. بدي انتبه على حاجة تانية، إنه لما يكون مخزون أول مدة مجهول وأنا معي قيمة التغير ومعي مخزون آخر المدة، فقيمة التغير مثل ما بعرف هو أول مدة ناقص آخر المدة، فطالما هيك بقدر أعرف التالت المجهول اللي فيهم إذا كان قيمة التغير معلوم وآخر المدة معلوم. بدي انتبه إنه هون مخزون قيمة التغير ناقص، فأنا بدي تتحط باللعبة تتحط ناقص لحتى يطلع هذا الرقم المجهول. يعني بده يكون لما يكون قيمة التغير ناقص يعني بده يكون أول المدة أقل من آخر المدة مبلغه. وإيه تاني؟ بدي انتبه هون كمان انه لما يكون في تي في اه ولا ما في تي في اه، لحد هون انا هذا الشيء ما بيعنيني، لحد هون اذا ما بيعنيني وجود تي في اه وعدم وجوده، لانه تي في اه ما لها اثر على متوسط المخزون وعلى تكلفة شراء البضاعة المباعة ولا على معدل دوران المخزون ولا على متوسط التخزين، بس لها اثر على متوسط فترة التحصيل لما بدها تصير بتاخد المبيعات تي تي سي، ولها أثر على متوسط فترة الدفع لما بتصير بتاخد المشتريات تي تي سي. المسألة الثالثة، حدد الإجابة الصحيحة في كل من العبارات التالية مبررا إجابتك بتدوين العملية التي أدت إليها. واحد، ظهر بند الاقتران مؤسسة التسديد في ميزانيتي سنتين متتاليتين كما يلي: الاقتراض مؤسسة التسديد أول المدة 15 مليون و700 ألف، آخر المدة 13 مليون و200 ألف، أو 15 ألف و700 و13 ألف و200. هلا هون في فوائد جارية 700 يعني بده يبقى 15 ألف، وهون في فوائد جارية 200 يعني بده يبقى 13 ألف.
الاقتراض خلال السنة 5000 بناء على ما سبق التسديد يساوي. هلا التسديد شو بيساوي؟ التسديد بيساوي بناء على العلاقة اللي بتقول انه اخر المدة يساوي اول المدة زائد الاقتراض ناقص التسديد، فالتسديد يساوي اول المدة ناقص اخر المدة زائد الاقتراض الاضافي. اول المدة وين هو؟ اللي هو 15000 ناقص اخر المدة اللي هو 13000 زائد الاقتراض الاضافي اللي هو 5000. اذا اول المدة 15000 ناقص اخر المدة، ما في داعي تنكتب الناقص هون موجود يا عم، لكن ناقص اخر المدة اللي هي 13000 زائد الاقتراض الاضافي بيكون التسديد يساوي 7000. اثنين، ظهر حساب اليات النقل في ميزانيتي سنتين متتاليتين كما يلي: غير صافية استهلاكات صافية نون ناقص واحد نون، وقد تم في مطلع السنة نون بيع إحدى آليات النقل المشترى بمبلغ 4000 المستهلكة حتى تاريخ البيع بمبلغ 1000، وبلغ سعر البيع 5000. بناء على ما سبق مخصص استهلاك آليات النقل لسنة نون، هلا نحن على أي أساس بدي يحدد مخصص؟ على أساس إنه رصيد الاستهلاك في آخر المدة يساوي رصيد الاستهلاك في أول المدة زائد المخصصات ناقص استهلاك ما تم بيعه. أعيد، رصيد الاستهلاك في آخر المدة، استهلاك مجمع الإهلاك في آخر المدة يساوي مجمع الإهلاك في أول المدة زائد المخصصات ناقص إهلاك ما تم بيعه. وين إهلاك أو آخر المدة؟ أهو مجمع الإهلاك في آليات النقل في آخر المدة 31 مليون و200، وين مجمع الإهلاك في أول المدة؟ مجمع الإهلاك في أول المدة أهو 17000. وين إهلاك ما تم بيعه؟ إهلاك ما تم بيعه أهو 1000. وين المخصصات؟ مجهولة بده إياها، لكن في صار نعرفها. إهلاك آخر السنة ناقص إهلاك أول السنة زائد إهلاك ما تم بيعه يساوي المخصصات، بناء على العلاقة القائلة أنه آخر السنة يساوي أول السنة زائد المخصصات ناقص إهلاك ما تم بيعه. ظهر حساب مؤونات لمعجة أخطار في ميزانيتي سنتين متتاليتين كما يلي: أول السنة 20000، آخر السنة 18000. الاسترداد يساوي 18000. بناء على ما سبق مخصص المؤونة يساوي شو؟ مخصص المؤونة نحن كيف بنعرف؟ مخصص المؤونة بنعرفه على أساس إنه آخر السنة يساوي أول السنة زائد المخصصات ناقص الاستردادات. فإذا أنا بدي المخصصات بتكون آخر السنة ناقص أول السنة زائد الاستردادات. وطلعنا إنه آخر السنة يساوي 18000 ناقص أول السنة يساوي البالغة 20000 زائد الاسترداد اللي هو عم يخبرني هون 18000 يساوي 16000. هذه علاقات نحن بنعرفها، مش هلا عم نكتشف. هاي العلاقات موجودة هون، موجودة بجدول الإهلاك الأصول الثابتة. مجمع الإهلاك آخر السنة يساوي مجمع الإهلاك في أول السنة زائد المخصصات ناقص إهلاك ما تم بيعه. فأنا إذا واحد من هول الأعمدة الأربعة مجهول بقدر أعرف أعرفه بدلالة الأعمدة الثلاثة الباقيين. وهذه قصة المؤونات موجودة هون: المؤونات في آخر السنة يساوي المؤونات في أول السنة زائد المخصصات ناقص الاستردادات. فإذا واحد من هول الثلاثة مجهول، من هول الأربعة مجهول، في أعرفه بدلالة الثلاثة الباقي. هذا اللي عم بنطبقه هون بهدول اللي عم نشتغلهم، يعني مش شيء عم نتعلمه الآن. وهي العلاقات بين أعمدة الجدول اللي احنا بنعرفها. ظهر رصيد رأس المال في ميزانيتي سنتين متتاليتين كما يلي: كان 30 مليون صار 60 مليون، يعني في زيادة دفتري 30 مليون في رأس المال، زيادة محاسبية 30 مليون في رأس المال.
عما نصف هذه الزيادة تعود لضم الاحتياطيات، يعني من أصلها 30 مليون في 15 مليون أنا بدي أعترف فيهم مبدئيا إذا كان تم استدعائهم. أعترف فيهم وين؟ بجدول التمويل وإقامة التدفقات النقدية، بس إنه بالمحاسبة إني ما أعترف فيهم، إني كلهم سوا. هلا ولم يستدع من هذه الزيادة سوى ربعها، لكن ما حأعترف إلا بهذا الربع. ربع ربع شو؟ ربع المساهمة النقدية، يعني ربع ال 15، وفي زيادة 30 مليون. نصف هذه الزيادة ضم احتياطيات، يعني بعد في 30 مليون التاني. هال 30 مليون التاني نص ضم احتياطيات، يعني في 15 مليون ناتج عن مساهمة نقدية. ربع هذه المساهمة النقدية سيتم الاعتراف به في جدول التمويل وفي قائمة التدفقات النقدية، لأنه لم يستدعى من هذه الزيادة سوى الربع. إذا أول السنة ناقص آخر السنة يساوي 30 مليون. ه 30 مليون نص ناتج عن ضم احتياطيات، يعني الجزء اللي ناتج عن مقدمات، عن إضافية، عن أسهم نقدية 15 مليون، ولكن الجزء المستدعى فقط هو ربع هذه الزيادة البالغة 3 مليون و750 ألف. فيما يلي أرصدت الرسامين الخاصة لسنتين متتاليتين قبل توزيع الربح، نيناتهم قبل توزيع الربح، لأنه مبلغ الربح بعده موجود هون وهون. ولما كانت نيناتهم قبل توزيع الربح، يعني أنا يعني شو يعني قبل توزيع الربح؟ يعني قبل توزيع أرباح هذه السنة، ولكن بعد توزيع أرباح سابقتها. يعني هذه الاحتياطيات اللي ظاهرة هون، هذه الاحتياطيات قبل توزيع أرباح سنة نون، ولكن بعد توزيع أرباح سنة نون ناقص واحد. فإذا جيت أنا بعد توزيع أرباح سنة نون ناقص واحد، يعني إذا جيت أنا طرحت هاي من هاي، بيطلع إنه قديش تغذت الاحتياطيات بنتيجة أرباح سنة نون، توزيع أرباح سنة نون ناقص واحد، قديش تغذت الاحتياطيات بنتيجة توزيع أرباح هذه السنة. فجيت أنا طرحت، لقيت إنه الاحتياطيات كانوا 6 مليون، كانوا مجموعهم 6 مليون، صار مجموعهم 6 مليون و232، يعني تغذت الاحتياطيات 232 ألف. يعني هالمليون في 232 ألف منهم انحطوا بالاحتياطيات، يعني في 232 ألف ما توزعوا، يعني الجزء اللي توزع هو 768 ألف. مليون ناقص الجزء اللي ما توزع من هذه المليون بيكون الجزء اللي توزع. ظهر حساب الأرباح المقرر، الأعباء المقرر توزيعها على عدد دورات مالية في الميزانية كما في 31/12 نون 990 ألف، علما أن هذا الحساب يمثل رصيد حملة إعلانية تقرر استهلاكه على 5 سنوات اعتبارا من 1/4 نون ناقص 4 وبالتناسب، نون ناقص 2 آسف، وبالتناسب الزمني في هذه الدورة. شو يعني بالتناسب الزمني؟ يعني بالأخذ في الاعتبار أنه من 1/4 مش من أول السنة. يعني هل الأعباء المقرر توزيعها مستهلكة عن 3/4 السنة بنون ناقص نون ناقص 2، عن سنة بنون ناقص 1، وعن سنة بنون، يعني صارت مستهلكة عن 2/3. ده الاستهلاك السنوي. إذا أنا عم بستهلكها على 5 سنوات، يعني الاستهلاك السنوي 20%. يعني قد صار معدل الاستهلاك المحسوب لحد هلأ؟
استهلاك المحسوب لحد هلا 20% ضرب 2 و3 ارباع، يعني صار محسوب استهلاك بمعدل 55%. لما يكون الاستهلاك صار محسوب بمعدل 55%، يعني صار باقي من هيدي القيمة 45%، يعني هال 990 ألف اللي عم بيخبرني عنها تمثل 45% من القيمة غير الصافية. فإذا كانت هي بتمثل 45% من القيمة الأساسية، من القيمة اللي اندفعت أساسا واللي انحطت بأعباء المقارنة توزيعها قبل ما يستهلك منها السنتين وثلاث أرباع، القيمة هاي هي المبلغ اللي هو 990 ألف اللي هي القيمة الصافي بعد استهلاك بمعدل 55%، يعني هيدي القيمة الصافي اللي بتمثل 45% بتساوي أساسا يساوي 2,200,000. أكرر، الاستهلاك بمعدل على 5 سنوات معناه استهلاك بمعدل 20% سنويا. مين قال؟ لأنه معدل الاستهلاك يساوي 100% على فترة الاستهلاك. فإذا هني فترة الاستهلاك 5 سنوات، يعني معدل الاستهلاك يساوي 100% السنوي، يساوي 100% على 5 يساوي 20%. هل 20% صارت كم مرة محسوبة؟ صارت محسوبة مرتين وثلاث أرباع، لأنه يعني في سنتان كاملتان في ثلاث أرباع السنة. إذا 20% ضرب 2.75، يعني صارت محسوبة بمعدل 55%. يعني لما تكون محسوب بمعدل 55% يعني بعد باقي منه مستهلك 45%، يعني هال 990 ألف الباقي هي بتمثل 45%. فإذا كانت هي بتمثل 45%، يعني أصل الحملة الإعلانية يساوي هذا اللي باقي اللي هو 990 ألف مقسوم على 45% يساوي 2,200,000. فالإجابة الصحيحة هي 1000. المسألة الرابعة، فيما يلي بعض النسب المستخرجة من الميزانية المالية لشركة الأشقر كما في 31-12 نون: نسبة التداول، نسبة السيولة السريعة، نسبة السيولة الفورية، نسبة الاستقلال، نسبة التمويل الدائم، القيمة المطلقة لرأس المال العامل. ليش عم بيقول لي القيمة المطلقة؟ يعني عم بيقول لي أنا لا حقول زائد ولا حقول ناقص، بس أنت لازم تعرف إنه ناقص. ليه بدي أعرف إنه ناقص؟ لأن لما تكون نسبة التداول أقل من واحد، يعني رأس المال العامل أكيد سلبي. نسبة تداول أقل من واحد معناها بالضرورة رأس مال عامل سلبي، لأنه نسبة تداول أقل من واحد معناها أصول متداولة أقل من الخصوم المتداولة. أصول متداولة أقل من الخصوم المتداولة معناها رأس مال عامل سلبي. إذا حل المسألة: نسبة التداول يساوي الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة. إذا اعتبرنا الأصول المتداولة يساوي س والخصوم المتداولة يساوي ص، نسبة التداول يساوي 0.5 اللي هو عائلة، رأس المال العامل يساوي ناقص 900,000 زي ما هو قال، ناقص 900,000 لأنه هو قال القيمة المطلقة، بس كونه هيدي أقل من واحد يعني هيدي القيمة سلبية. فعندي س على ص يساوي نص، وس ناقص ص يساوي ناقص 900,000. فعملنا التبديلات اللي بدنا محتاج شرح، إنه حطينا صارت عندي 0.5 ص ناقص ص يساوي ناقص 900,000، يعني 0.5 ص ناقص ص يعني ناقص 0.5 ص يساوي ناقص 900,000، يعني ص يساوي 1,800,000. فطلعت معي إنه س يساوي 1,800,000 ضرب نص يساوي 900,000. إذا الأصول المتداولة 900,000 والخصوم المتداولة 1,800,000. إذا طبقت العلاقة إنه أنا بعرف إكس ناقص إجراج، وبعرف إكس على إجراج، بعرف إكس ناقص إجراج قديش، وبعرف إكس على إجراج قديش. بناء على هالشي في كذا طريقة إنه أعرف الإكس والإجراج قديش. هذه إحدى الطرق اللي هي تعتبر بسيطة فيهم، إنه عوضنا الإكس بدالة إجراج واشتغلنا على الأساس بلعبة الناقص، فصار عندي ناقص 0.5 ص ناقص ص يساوي ناقص 900,000، ونزلنا فيها لحتى وصلت إلى إنه
الصاد يساوي مليون و800 والسين يساوي 900. هلا نفس اللعبة مرة تانية هي ذاتها، ولكن على أساس الآتي: إنه نسبة التمويل الدائم يساوي الرأسمالية الدائمة على الأصول الثابتة، إنه رأس المال العامل يساوي الرأسمالية الدائمة ناقص الأصول الثابتة. 0.75 نسبة التمويل الدائم، رأس المال العامل يساوي اعتبرناه الرأسمالية الدائمة اعتبرناها 1000، والأصول الثابتة اعتبرناها باء، وأنا بعرف إنه رأس المال العامل من فوق يساوي ناقص 900 ألف، لكن ألف يساوي 0.5 باء، لأنه ألف على باء يساوي 0.75، لأن الرأسمالية الدائمة على الأصول الثابتة يساوي 0.75، وألف ناقص باء يساوي ناقص 900 ألف، لأن رأس المال العامل يساوي 900 ألف، اللي هو الرأسمالية الدائمة ناقص الأصول الثابتة. برضو لعبنا اللعبة مثل ما لعبناها فوق هي ذاتها، بس حتى ما نرجع نكرر سين وصاد مرة تانية، ويكون مرة إنه السين مرة مستعملة لشيء مرة مستعملة لشيء تاني، عملناهم ألف وباء بس للتنويع مش أكثر، مش إنه مش مضطرين نعمل هيك أبدا يعني. فاللعبة هي ذاتها بنفس المسار، وصلتنا إنه ألف يساوي مليون و700 وباء يساوي 3 مليون و600، فالرسامية الدائمة مليون و700 ألف، الأصول الثابتة 3 مليون و600 ألف. هلا بما إنه أنا صرت بعرف الرسامية الدائمة والخصوم المتداولة، الرسامية الدائمة اللي هي طلعت معي هون مليون و700، والخصوم المتداولة اللي هي مليون و800، يعني صار معي مجموع الخصوم. مجموع الخصوم يساوي الرسامية الدائمة ناقص الخصوم المتداولة يساوي 4 مليون و500 ألف. لو هيدي بس بعرفها أنا، صرت بعرف مجموع الأصول من دون ما أكون بحاجة لأجمع الأصول المتداولة مع الأصول الثابتة. بس حتى يعني لو جيت انا قلت ما بدي اربح حجمتكم لاعرف مجموع الاصول، بدي اعرف مجموع الاصول بدلاله الاصول الثابته زائد الاصول المتداوله، اذا جيت جمعتهم بيطلعوا نفس الرقم اللي هم. اذا مجموع الاصول ومجموع الخصوم صار عندي اياه، الرساميل الدائمه صار عندي اياها، الاصول الثابته صار عندي اياها، الخصوم المتداوله صار عندي اياها، والاصول المتداوله صار عندي اياها. صار عندي كثير مجموعات من الميزانيه الماليه. هلا تحديد الالتزامات والرسوميل الخاصه بالانطلاق من مجموع الاصول ونسبه الاستقلال المالي. نسبه الاستقلال المالي يساوي الرسوميل الدائمه على مجموع الالتزامات. نسبه الاستقلال المالي يساوي 0.25، الرسوميل الخاصه يساوي مجموع الاصول ناقص مجموع الالتزامات. هلا نحن كنا حاطين، ما بعرف اذا رجعت بقيت بالسؤال، نحن كنا حاطين اساسا، انا كنت حاطط نسبه البلاءه يساوي 1.25، رجعت شلتها بقيت الاستقلال لحتى الملاءة بتصير انه بتسهل اللعبة اللي هون، انا ما بدي اياها تكون بهذه البساطة، بدي تنشغل هيك اللي هي انه الاصول ناقص ناقص الرسمية الخاصة، او الاصول ناقص الالتزامات، ناقص الاصول ناقص الالتزامات على الالتزامات. هون عندي مجموع الأصول ناقص الالتزامات على الالتزامات يساوي 0.25 اللي هي نسبة الاستقلال المالي، ومشينا فيها إنه طلعنا التالي هون، طلع 4 مليون و500 ألف ناقص الالتزامات يساوي 0.25 ضرب الالتزامات، وكفينا لحتى وصلتني إنه الالتزامات يساوي 3 مليون و600، والرسمية الخاصة يساوي 4 مليون و500 اللي هي مجموع الأصول ناقص الالتزامات يساوي 900 ألف. هلا الأصول السريعة، الأصول السريعة صارت في غاية البساطة، إنه أنا بعرف نسبة السيولة السريعة يساوي 0.2، وبعرف إنه الخصوم المتداولة يساوي 1 مليون و800، فقلت إنه الأصول السريعة على 1 مليون و800 يساوي 0.2، يعني الأصول السريعة يساوي 360 ألف. هلا بدي أحدد الفورية، بدي أعرف أحدد القيم الجاهزة بمعرفة نسبة السيولة الفورية ومعرفة الخصوم المتداولة، لأن نسبة السيولة الفورية يساوي القيم الجاهزة على الخصوم المتداولة. أنا بعرف أن نسبة السيولة الفورية يساوي 0.05، هو قال لي، والخصوم المتداولة هلا حددناها فوق 1 مليون و800 ألف واستعملناها هون، فطلع معي بناء على هيك القيم الجاهزة على الخصوم المتداولة البالغة 1 مليون و800 ألف يساوي 0.05، يعني القيم الجاهزة يساوي 1 مليون و800 ألف
ضرب 0.50 يساوي 90. القيم القابلة للتحقق صارت بتطلع. إذا أنا معي السريعة قد إيه ومعي الجاهزة قد إيش، فالقيم القابلة للتحقق هي الباقي اللي هي 270,000. السريعة 360 والجاهزة 90، فالقابلة للتحقق 270. هلأ قيم التشغيل معي معي الأصول المتداولة ومعي الأصول السريعة، فقيم التشغيل هي الباقي، لأن المتداولة هي السريعة زائد التشغيل. فقيم التشغيل يساوي المتداولة البالغة 900,000 ناقص السريعة البالغة 360,000، تكون قيم التشغيل يساوي 540,000. هلأ الرسامين الدائمة يساوي الرسامين الخاصة زائد الالتزامات اللي أطول من سنة. التزامات لأطول من سنة يساوي الرسامين الدائمة ناقص الرسامين الخاصة، طلعت 1,080,000. هاي عناصر الميزانية المالية. عم بيقول لي علي السيولة، تعاني الشركة من ضعف في السيولة، فالأصول القصيرة الأجل لديها لا تكفي لتسديد الالتزامات القصيرة الأجل. عند أصول قصيرة الأجل 900 وخصوم متداولة 1,080,000، هذا شيء معروف من أساس نسبة التداول 0.50، وهي غير قادرة بأصولها السريعة قبل بيع المخزون أن تسدد أكثر من 20% من التزامات القصيرة الأجل. هذا معروف من أنه نسبة السيولة السريعة يساوي 20%. الاستقلال الملاءة، لا تعد الشركة مستقلة ماليا عن الدائنين، حيث أن حقوق الملاك لا تزيد عن 25% من مطالبات الدائنين. نسبة الاستقلال المالي يساوي 25%. لا يوجد توازن مالي مناسب، بدليل أن الرسامين الدائمة لا تمول أكثر من 75% والأصول الثابتة هي لازم تمولهم كلهم. المسألة الخامسة، فيما يلي بعض البيانات العائدة لشركة كفر نبرخ، المخزون، مخزون أول المدة ومخزون آخر المدة من البضاعة من المواد الأولية من المنتجات من قيد الصنع. هلا حسابات الأعباء والإيرادات بعد الجرد، أعطيني حسابات الأعباء والإيرادات. بده حساب النتيجة عن السنة المنتهية في 1/2/12، بده جدول الأرض الإدارية البسيطة، بده قدرة التمويل الذاتي بمدخلين.